ايامكم واش نتوما تلقيتوا دعوه واش نتوما تلقيتوا دعوه وما مشيتوش واش نقول كل بساطه لم اتلقى دعوه لا إيه لا وعندي حويجات اخرين الله اهم حاجه بالنسبه لي هي الحدث كاين يعني كاين المهرجان في بلادي في مدينة مراكش وفيه نجوم مغاربة وفيه وجوه أجانب وفيه يعني ناس عندهم واحد ثقل في السينما العالمية وأنا سعيدة لتكريم الفنان المخرج جلالي فرحات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.